إن الأعمال الضخمة والمشاريع الكبيرة التي تسير حسب ما توجهها الرياح لن تستقر أبدا في مكان تتمناه إلا من باب المصادفة وللحظات قليلة. أما المشاريع حاملة الرسالة النبيلة والقادرة على أن تستشرف مستقبلها وتتحضر له وتضع نصب أعينها كل ما من شأنه أن يستجد داخلها وحولها، فهذه المشاريع المعمورة برجالها المعمرة لأجيالها والتي هي سابقة وعابرة للمكان والزمان. هنا في الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية واحدة من أعلام وعلامات الدولة المصرية لبناء الرؤية والرسالة والقيم العلمية والعملية. شكرا لحضراتكم، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.